السلام عليكم ورحمة الله، تحية حب خالصة من القلب لكم جميعا إخواني الأعزاء في دولة فلسطين العزيزة الغالية. طبعا نحن نعيش نفس الحالة والعالم يعيش يعني حالة ما عرفهاش عندنا مئات السنين. وأدعو الله أن يجلي علينا هذا البلاء في أقرب وقت ممكن وبأسرع وقت ممكن وبأقل ضرر ممكن، وإن شاء الله أنا أدعوكم بكل حب أن تلتزموا بتعليمات رجال الصحة الأطباء وكل الهيكل الصحي، وأدعو لهم بالتوفيق وبالنجاح وقبل على جبينهم الكل وكل من يساهم في إبعاد وتقليل من هذا الوباء، والتزموا بالتعليمات والتزموا بالبقاء في البيوت والتزموا بكل الأوامر التي تصدر عن أهل الاختصاص. وتحية لهم جميعا، وإلى الأمن وإلى الجيش وإلى رجال النظافة قبل على جبينكم، ومرة أخرى الله يبعد علينا هذا البلاء. وفي هذا الوضع في هذا الحظر في هذا البقاء في البيوت يعني خلتنا نفكر في أشياء ما كناش ونعرف، ونقول أنه الإنسان ما يعرف قيمة الحاجة إلا لما يفقدها. الحرية أهم حاجة، وهذا الوباء ورانا أنه ما فماش فرق بين كبير وبين صغير وبين غني وبين فقير، وفرصة باش نراجعوا أنفسنا، فرصة باش يعني نحب بعض، وفرصنا باش نعاون بعض، وفرصة باش نبتعد عن 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 عن, عن الطغيان وعن حب الذات. فالناس الكل سواسية. مرة أخرى نقول لكم ربي إن شاء الله يحمينا، وربي بعد البلاء على العالم بأسره. وفي هذا الجو متاع البقاء في البيت يعني هذه غناية يعني حسيتها يعني تحكي عليا وتحكي على يعني بشكل عام عن الوضع الذي يعيشه الإنسان في هذه الظروف القاسية. نسمعها مع بعضنا وإن شاء الله تنال إعجابكم. وتحية مرة أخرى لكم إخواني وأخواتي في فلسطين العزيزة الغالية. رجع روحك واحمد ربي عاللي انت عايش فيه، بنادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه. رجع روحك واحمد ربي عاللي انت عايش فيه، بنادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه. فرصة تعمل ربي في بالك تاخذ عبرة من اللي جرالك، وفرصة تعمل ربي في بالك تاخذ عبرة من اللي جرالك. يا اللي ما كش راضي بحالك غيرك حالك يحلم بيه، بنادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه. راجع روحك واشكر ربي يمكن غدوة يفوت الفوت، واستوعب حكمة من ربي باللي الدنيا فيها الموت. راجع روحك واشكر ربي يمكن غدوة يفوت الفوت، واستوعب حكمة من ربي باللي الدنيا فيها الموت. وشوف روحك في وسط الحسرة واحساسك وانت محبوس، وتعلم في وقت الغصرة باللي الدنيا موش فلوس. راجع روحك واحمد ربي عاللي انت عايش فيه، بنادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه.
وجرب احساس المهموم اللي عايش دمعه وهموم، وجرب احساس المظلوم المتمني الحريه يوم، وجرب احساس المحروم وشاغلك مقبل للنور، والدنيا بالك تمنها للغيرك ليلك تدور، والصحة كيف تثمنها والصحة ماليها سوق، واللي حاول يشري عمره كنوز الدنيا ما تشريه، راجع روحك واحمد ربي علي انت عايش فيه، بنادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه، راجع روحك واحمد ربي علي انت عايش فيه، نادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه، رجع روحك واحمد ربي علي انت عايش فيه، نادم ما يحسش بالحاجة إلا لما تضيع عليه، وفرصة تعمل ربي في بالك تاخذ عبرة من اللي جرانك، وفرصة تعمل ربي في بالك تاخذ عبرة من اللي جرانك، يا اللي ما كش راضي بحالك غيرك حالك يحلم بيه، راجع روحك واحمد ربي علي انت عايش فيه.